كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 11,000 انتهاكا لحقوق الإنسان والجرائم التي وصفت بأنها ضد الإنسانية بمحافظة حجة شمال غربي البلاد. أشارت الشبكة إلى أنها وثقت هذه الانتهاكات خلال الفترة من مطلع يناير هذا العام وحتى 20 من أبريل الماضي، منتقدة ما أسمته صمت المجتمع الدولي والغياب التام للدور الأممي ومبعوثها إلى اليمن. الأستاذ أحمد جباري الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك، ما هي طبيعة هذه الانتهاكات حسب ما جرى إحصاؤها في هذا التقرير أو أبرز هذه الانتهاكات؟ أولا صباح الخير للمشاهدين أجمعين ولكم أيضا، وثانيا محافظة حجة بالذات تعيش نوع من التنكيل الدائم من قبل الحوثيين منذ أن كانت هناك مقاومة في حجة منذ سنتين تقريبا أو قليل في منطقة حجور. التجاوزات القانونية أو حقوق الإنسان ليست في حجة فقط ولكن في عموم اليمن بكاملة. الميليشيات الحوثية تعبث بكل شيء في اليمن وتحت مرأى ومسمع العالم أجمعين، تجند الأطفال مثلا، تبتز المواطنين، تسجن الصحفيين والكتاب وما إلى ذلك، وكذلك تقوم بانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان في اليمن قاطبة. لماذا المجتمع الدولي يسكت عن هذه الأحداث الخطيرة في اليمن وكأن يغض الطرف عن ما تعمله ميليشيات الحوثي بكاملها؟ لماذا لا نعرف لماذا وما هي الحاجات الملحة لذلك؟ الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة أشارت إلى بعض الانتهاكات التي أحصتها من ميليشيات الحوثي والتي أتى على رأسها مثلا التجنيد الإجباري والقسري للأطفال الصغار الذين يجبرون على حمل السلاح والقتال إلى جانب صفوف الميليشيات، وكذلك الفضيحة التي كشف عنها عبر الأمم المتحدة والتي كانت مرتبطة بسرقة المساعدات والمؤن الغذائية التي تأتي عبر ميناء الحديدة ويتم سرقتها عبر ميليشيات الحوثي وبيعها من بعد ذلك في مناطق سيطرتها. هل بني على هذين الانتهاكين اللذين جرى ذكرهما من الأمم المتحدة؟ يا سيدي، حتى الآن لم يتخذ أي إجراء رادع أو قانوني أو أممي للميليشيات الحوثي للكف عن هذه الأمور أو للبعد عن هذه الأمور كلها. ما تزال ميليشيات الحوثي هي نفسها منذ أن جاءت إلى السلطة، منذ أن اغتصبت السلطة حتى يومنا هذا تمارس نفس الانتهاكات. لا يستطيع شخص، لا يستطيع إنسان أو كاتب أو صحفي أو مؤلف أو ما إلى ذلك أن يرفع رأسه في المحافظات الشمالية بالذات بسبب ما تعمله ميليشيات الحوثي. انتهاك لحرمة بيوت الناس، انتهاك للنساء أيضا، يتم اعتقال النساء ويتم إخفاء قسرا ويتم التشويه أيضا بكثير من العائلات المختلفة في اليمن. فبالتالي ما تزال هي نفس الممارسات التي تمارسها، ولكن حتى المجتمع الدولي لم يتخذ أي قرار، مثلا لم يتخذ، وهي تسرق المساعدات الدولية وهم يعرفون ذلك، ومع ذلك لم تستطيع أن تحد من هذه النقطة، لم تستطيع أن تحد من عدم تجنيد الأطفال. هناك أطفال كثيرين تركوا مدارسهم أو جعلوهم يتركوا مدارسهم من أجل أن يلتحقوا بالجبهات، وهناك انتهاكات كثيرة في أمور لا حصر لها. الكل يعلم ذلك عالميا، والكل يعلم ذلك أمميا، والكل يعلم ذلك أن ميليشيات الحوثي جاءت للتنكيل بالشعب اليمني أجمعين. أنا أقولها كلمة التنكيل فعلا، وكأنهم ينتقمون من شعب اليمن بكاملة. كثيرا ما قالت ميليشيات الحوثي منذ 2014 انها ما كان لها ان تنجح في السيطره على تلك المناطق الا لانها تتمتع بقدر من القبول الشعبي في بعض تلك المناطق، وما كان لها ان تتمدد في مناطق الشمال او بعض مناطق الشمال كما اشرت استاذ احمد الا لانها تحظى بما تسميه القبول الشعبي. كيف تقيم انت مساله القبول الشعبي هذه حتى في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي؟ والله يا سيدي انا وكل الناس يقيموا ذلك بان ميليشيات الحوثي ليس لها قبول شعبي بمعنى قبول شعبي، ولكن اجبار الناس او تخويف الناس او العمل على ذلك هو الذي خلى الناس كلهم جميعهم، مثلا اذا لم يسلم ابنه الجبهه فعليه ان يدفع 200,000 ريال يمني، وغالبية الناس لا يملكون هذه المبالغ بأن يفديه ب200,000 يمني أو يذهب بابنه إلى الجبهة. فبالتالي غالبية الناس يأخذوا أبنائهم قسرا إلى الجبهات، غالبية الناس مثلا يشترون المساعدات التي تأتي بها الأمم المتحدة
والامم والجهات الامميه، ومع ذلك يدفعون ايضا ثمن هذه المواد. انا لا اقول ان في قبول شعبي، وان كان في قبول شعبي، ولكن القبول الشعبي بمستوى معين وليس بهذا الزخم الكبير. نعم. الناس هناك في خوف وفي رعب وخايفين على انفسهم وعلى عائلاتهم. الحوثيين لا يعرفوا حاجه اسمها حقوق انسان او حتى الحقوق التي تعودنا عليها في اطار اليمن، يعني حقوق البيوت، حرمة البيوت وما ذلك، لا تستطيع ان تدخل اي جهه، ولكن هؤلاء يدخلوا اي مكان ويعتقلوا اي حد، امراه او رجل او طفل او اي حاجه، وبالتالي فالناس عن خوف يخافون او يخشون ميليشيات الحوثي هذه. استاذ احمد، ماذا عن الثروات الاقتصاديه في مناطق الشمال وتحديدا؟ هناك حديث بشكل دائم عن سيطره ميليشيات الحوثي طبعا على المصرف المركزي في العاصمه اليمنيه صنعاء، والمرتبات التي يتم انفاقها على ما تسميه الميليشيات المجهود الحربي وعلى مرتبات المقاتلين الميليشياويين المنضوين تحت الويتهم. كيف يقيم الوضع الاقتصادي في هذه المناطق في ظل تكريس الجانب الاكبر من الثروات اليمنيه في تلك المناطق لدعم ميليشيات الحوثي ومقاتليهم؟ المرتبات تقريبا لها سنوات لم تصل الى الناس هناك، المدرسين والاطباء والصيادله وما الى ذلك، وحتى حتى حتى الجنود الذين لا يقاتلون معهم لم تصلهم مرتبات حتى الان. يعني انا اظن ان في ناس كثير تواصلت معهم هناك فقالوا احنا لنا 4 سنوات لنستلم مرتبات او 3 سنوات لنستلم مرتبات. المرتبات مع ان المرتبات تاتيهم دائما وباستمرار بانه توزع على الناس فلا توصل فلا تصل اليهم. اما بالنسبه للمكتب المركزي تم نقله الى عدن، ولكن لا معلش استاذ احمد، مساله ان هناك مقاتلين منتمين لميليشيات الحوثي يقاتلون على مدار سنوات 3 سنوات أو 4 سنوات متتاليه دون الحصول على راتب، هذا يعني انهم يقاتلون قصرا؟ لا لا ليسوا، لا يقاتلون مع الحوثي، هم من بقايا نظام علي عبد الله. لا لا أنا اسال عن المقاتلين الميليشياويين الذين يتلقون مرتبات. لا لا يتغاضون كل شيء، هو نعم. المقاتل لازم يعطوا له كل حاجه، صعب جدا ان يقاتل وهو وجيبه فاضيه او نعم. او بطنه فاضيه. لكن المقاتلين الذين هربوا من مثلا من جيش الشرعيه مثلا، او هربوا من بقايا جيش علي عبد الله صالح او غيره، الذين تخبوا او الذين عذبوا، لا يوجد خلاص، لا توجد اسمهم حتى في كتبات المرتبات لانهم اخذوا كل شيء. بالنسبه للبنك المركزي معروف انه نقل الى عدن. البنك المركزي نقل الى عدن، ولكن بعد ان افرغت خزانته في صنعاء يعني، فكان لابد من نقله الى عدن للحفاظ على ما تبقى. طبعا كل موارد البلاد في اليمن تاخذها ميليشيات الحوثي، لان هي المسيطره الوحيده على كل شيء، على الوزارات وعلى الحكومه وعلى كل حاجه في المحافظات الشماليه. فبالتالي حتى مرتبات الناس لا يحصلون عليها، يعني الناس في حاله يرثى لها. استاذ احمد، ما الذي يجعل المواطنين المدنيين اليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي يقبلون بهذا الوضع الذي يمتلئ بالظلم والقهر، وحتى في اوقات كثيره يعرف طريق الاوبئه اليه بشكل سريع، والكوليرا التي تفشت في مناطق سيطره ميليشيات الحوثي على مدى السنوات الثلاث الماضيه، ما الذي يجعل هؤلاء اليمنيين يقبلون بهذا؟ والله قد يكون دائرة الخوف هو اللي يجبرهم على ذلك، لأنه بطش الحوثيين بطش غير مسبوق. يعني هو أنا يمكن ذكرت مثال في مداخلة سابقة وقلت لكم إنه شيخ من مشايخ حاشد وكان متعاون معهم، ولكن ربما اختلف معهم بالأمر، فرأينا كيف نكل به، قتل وأعدم، وبالتالي وبعد ذلك سحب على سيارة في الأماكن قبيلته بكاملها، وكيف نكل به. فبالتالي هو بيقدم صور معينه من هذا التنكيل، من هذا التخويف، من هذا الاخفاء قسرا. تجد انه شخصا معينا قال كلمه او قال شيئا فاخفي قسرا. حتى النساء قلت لك لا لا لا, لا تعفى من ذلك. النساء يتم اعتقالها ويتم تفتيشها ويتم بطريقه ليست معتاده. فربما كان الخوف هو سبب من هذه الاسباب، وربما لو توجد تنظيم لهذه المقاومه الشعبيه داخليه حتى الان. يجب على القوى الشعبيه، يجب على القوى السياسيه، يجب على القوى التعبويه ان تعبي الناس ايضا لنوع من المقاومه المطلوبه في الداخل، لانه المقاومه يجب ان تكون في الداخل، بحيث انه ليس مقاومه عسكريه ولكن نعم. مظاهرات مثلا كتابة على الجدران. سلوك ميليشيات الحوثي منذ السيطره العسكريه والاجتياح المسلح للعاصمة صنعاء وبعض المناطق المحيطة بها،
كانت السجون الخاصة بميليشيات الحوثي تعج بالكثيرين، وصولا حتى لاختطاف رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الدفاع السابق الذي لا يزال مختطفا حتى هذه اللحظة لدى معتقلات ميليشيات الحوثي. هل هناك إحصاء بعدد المعتقلين أو بعدد من تم اعتقالهم من قبل ميليشيات الحوثي، فضلا عن جرائم القتل خارج أو الإعدام خارج إطار القانون التي مارستها ميليشيات الحوثي عبر ما تسميها دور القضاء الخاصة بها؟ والله كأحصائيات أنا يمكن لا أمتلك نوع من الأحصائيات، ولكن هي أعداد كبيرة كما تفضلت حضرتك وقلت، يعني وزير الدفاع وكثيرا من الضباط الكبار الذي كانوا في جيش الشرعية سابقا محتجزين لديهم، لكن ليس لدي رقم معين لأنه الأعداد في تزايد مستمر. هي لا تدخل منطقة إلا واحتجزت مجموعة من الناس، لا تدخل مكان إلا واحتجزت مجموعة من الناس. ولهذا أنا كنت أتابع مثلا عندنا في محافظة الضالع، يعني كم أخذوا من أبناء الحشام مثلا أو من أبناء الفاخر أو أبناء هذه المناطق اللي دخلوا فيها ليجندوهم، كم أخذوا من أموال عليهم، كم سلبوهم حتى الأسلحة اللي كانت موجودة في بيوتهم، فبالتالي وكم اعتقلت ناس أيضا كانت تشك فيهم أنهم لهم علاقة بالعدوان كما يقولون. نعم. فبالتالي لا توجد إحصائية دقيقة لأنه العدد بإزدياد، يعني في نوع من التخفيض لأنه العدد بإزدياد عندهم. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد جباري الكاتب والمحلل السياسي اليمني منضما إلينا عبر الهاتف، معقبا على الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها عبر صنوف مختلفة من الانتهاكات.